للحديث عن فعاليات دعم الثورة في كندا معنا الأكاديمية الدكتورة خولة الجميلي رئيسة المركز العراقي الثقافي في كندا. دكتورة خولة، بداية مرحبا بك، يعني هل لك أن تطلعينا على نشاطات دعم الثورة العراقية في كندا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أولا أن أشكر قناة الرافدين وكل العاملين فيها على ردنا لما يحدث في وطننا الجريح، ونشكركم أيضا لتواصلكم معنا في المهجر. وأعزي نفسي وكافة العراقيين وأهالي الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في ساحة التحرير وفي محافظات جنوبية من أجل إعادة كرامة العراق وحريته من يد الفرس المجوس والأمريكان وعملائهم في المنطقة الخضراء. ألف وألف تحية لثوار ثورة التحرير في بغداد وكافة محافظاتنا الجنوبية وكل محافظات العراق. أخي، بالنسبة للدار هنا أحب أن أذكر أن الكثير من النشاطات قمنا بها قبل البحث، من مظاهرات ضد الفاسدين وجمع التبرعات أسبوعيا وإرسالها لدعم التظاهرة والمتظاهرين. وقبل أن نقيم هذا المزار الأخير، أقام المركز الإسلامي في لندن أنتاريو حفل خيري ساهمت فيه الأخت ندوة الدليمي والسيدة سمية يونس في قاعة هيلتون، وجمعنا التبرعات وتخلل الحفل كلمات وأشعار وغيرها من النشاطات. أما بالنسبة للبزار، فقد تجمعنا واجتمعنا نساء راقيات وقررنا أن نقيمه، بحيث كل سيدة تبرعت كل سيدة بالطبخ، فقمنا بعمل أنواع المأكولات العراقية الشهيرة وأنواع الحلويات، وبالإضافة إلى بيع الملابس والأكسسوارات وحتى المواد المنزلية. وشارك الكثير في الحضور للبازار دعما لثوار العراق، منهم الجالية العراقية والجالية العربية، وحضرت مذكورة النائبة في البرلمان الكندي، وكذلك طلبنا منها أن نقابل السيد رئيس الوزراء والسادة أعضاء البرلمان لكي نقدم لهم ملفا بما عمله المفسدين وعملاء المنطقة الخضراء وقتلهم للمتظاهرين، وأبدت مساعدتها لنا وأبدت تضامنها مع الثوار في ساحة التحرير. كذلك حضر عدد غير قليل من الصحفيين العراقيين والعرب، منهم رئيس تحرير جريدة البلاد الأستاذ الحمداني ليت الحمداني، ورئيس تحرير جريدة هنا لندن الأستاذ عبد الله الفرح، كما كان لحضور قناة بي في تي الكندية حضورا رائعا معنا. وبت في هذا النشاط في نفس الليلة التي أقمنا فيها البزار، وبالتالي هذه كلها مؤشرات تسهم من خلال هذه الفعاليات بإظهار حقيقة الوضع في العراق أمام المجتمع الدولي. هل هناك فعاليات لاحقة ستقومون بها؟ نعم، هنالك فعالية أخرى وبزار أيضا، لأننا نجمع في كل أسبوع وليس فقط في البزار، نجمع كل أسبوع مبلغ ونبعثه للعراق لساحة الثوار، ولدينا بزار آخر، ولدينا أيضا وقفة تضامنية تظاهرة في ساحة في أحد الساحات الكبيرة في أنتاريو لندن بكندا. الأخت ندوة والأخت سمية لهما برنامج ثاني، وسنكون أيضا معهم في كل، فنحن متفقين على ذلك. يعني إذا كنا نحن كتجمع نساء، وإذا كانت الأخوات الأخريات، نحن جميعا يد واحدة. والجميل في الموضوع أن الجميع توحد. صدقني يا أخي، كان حتى في الخارج هنالك مكاتب للمفسدين هنا في كندا وفي كل مكان، وأنتم تعلمون وكل العالم يعلم بذلك، كانوا يخشون منا. الآن بدأ التجمع، هذا الشيء الجميل. أحرقوا شبابنا في الثوار، أحرقوا الطائفية، وهذه لعنة على من في المنطقة الخضراء. الآن هزت عروش من في المنطقة الخضراء من عملاء أمريكا وإيران بإسقاط عروش الطائفية. وهناك أيضا منجزات أخرى حققتها هذه الثورة في العراق بلا شك.
عضوة في البرلمان الكندي وهي بيجي ساتلر أكدت مساندتها الفاعلة للمتظاهرين وتأييدها أيضا لدفاعهم عن حقوقهم. الآن دكتورة، ما الواجب من وجهة نظرك على الجاليات العراقية ليس فقط في كندا، يعني في كل دول العالم، ما الواجب عليها فعله لنصرة الثورة وإيقاف الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين؟ نعم، هذا يومنا، نتكاتف جميع المهجرين الذين في المهجر من جميع الطوائف والمذاهب، نتكاتف يدا بيد ونساعد الصامدين في ساحات الوغى، ساحة التحرير، إن كانوا في بغداد وإن كانوا في المحافظات الجنوبية، كلهم أبطال، كل العراقيين أبطال، ولعنة الله على الطائفية. وأود أن أوصل صوتي للثوار ومع كل ما في المهجر، وأقول لهم لقد أصبح شعارنا في لندن أنتاريو كندا بالغربة وإحنا وياكم، للموت ما ننساكم. أيها الشباب الحر الأبي، يا أبناء الرافدين، لقد رفعتم رؤوسنا في غربتنا وأثلجتم قلوبنا المحطمة من شدة ما نعانيه من الغربة وفراق أهلنا وأحبائنا، فكل الكلمات تعجز أن تأتي حقكم أيها الأحرار. نعم، نشكرك شكرا جزيلا دكتورة خولة الجميلي رئيسة المركز العراقي الثقافي في كندا لوجودك معنا في هذه الجولة.